بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ومصر الحبيبة بخير، وإخواتنا وحبايبنا من الإخوة الأقباط بألف خير وبصحة وبسعادة، عيد قيامة مجيدة. أنا عارفة أن النهاردة أجازة، لكن برضو خلونا نستعرض مع حضراتكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، علشان أكيد ناس كتير هتخرج النهاردة. هنبدأ جولتنا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية. في رمسيس الشوارع هناك بتشهد بعض كثافات المرورية هتبدأ تقل لحد ما نوصل لغمرة، لكن بالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية. لكن شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. نروح لمحافظة الجيزة، والطريق الدائري اللي بيشهد أيضا دلوقتي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند النزلات. وبخصوص محور 26 يوليو بيشهد سيولة مرورية، لكن الطريق المتجه للمهندسين هنلاقي فيه بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالك. نروح لشارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. نروح معاكم لعروس البحر الأبيض المتوسط الأسكندرية، في كثافات مرورية عند كوبري استالي وعلى طول الكورنيش، في كثافات كان متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، لكن باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر فيه بعض الكثافات المرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. نروح معاكم لمحافظة أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بتشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ كمان في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة دلوقتي جه ميعادنا مع جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري، في نشاط رياح على كافة الأنحاء، بتكون مثيرة الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى، ومثيرة الرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد. في كمان فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 28، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 38، وأقل درجة حرارة في مطروح 22 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.